السيدة ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا، وادعو السيدة أنالينا بيربوك وزير خارجية ألمانيا لإلقاء كلمتها فلتتفضل thank you, Mr. President, for gathering. شكراً سيد الرئيس لجمعنا هنا في مصر. كذلك أيضاً نحن الآن. هناك ساعدنا جميعا برد هؤلاء المختطفين لكن كان يقتطفهم حماس هناك الكثير في قطاع غزه يعانون كثيرا بسبب عدم الوصول الى المياه وعدم تقديم المياه الى اطفالهم واننا نخاف من ان يكلف هذا الصراع المزيد من الضحايا للعائلات. هناك عائلات في لبنان قلقون من جراء تصاعد هذا العنف في المنطقه وفي ايضا هناك العديد من من حالات الخوف في هذه المنطقه ودعني اكون مباشره معكم هناك لا شك ان كل المدنيين يجب حمايتهم ويجب معاملتهم على حد سواء. وكذلك ايضا يجب ان اكون واضحه فيما واقول بان سبب هذه المعاناه، هذه المعاناه التي احضرتنا جميعا هنا معاناه الفتيات الصغار والامهات يجب ان تنتهي. ان حماس هي التي قامت بعمل ارهابي ضد اسرائيل في السابعه من اكتوبر وقامت بابشع الجرائم هناك ومثل اي دوله اخرى في هذا العالم فان اسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها وحمايه شعبها ضد الارهاب في اطار القانون الدولي ولذلك فان حكومه المانيا تقف بصمود مع اسرائيل ان بالنسبه لالمانيا فان امن اسرائيل غير قابل للتفاوض ايضا من الواضح ان هؤلاء الذين نفذوا هذه العمليات الارهابيه لا يتحدثون نيابه عن الشعب الفلسطيني ولكن يتحدثون نيابه عن انفسهم انهم يتحدثون بلغه الارهاب انهم الامهات الفلسطينيين والاطفال الفلسطينيين الذين يعانون من عدم وجود المياه لاطفالهم لا يتحدثون بلغه الارهاب ان ان هؤلاء الاشخاص في قطاع غزه وفي لبنان وفي الاردن الذين هم الان في حاله خوف شديد من تصاعد الموقف انهم لا يتحدثون بلغه الارهاب نحن هنا في هذه الغرفه لا نتحدث في لغه الارهاب نحن هنا في هذه القاعه نتحدث بلغه القانون الدولي وكذلك ايضا وننشد جميعا من اجل السلام هذا هو العامل الذي يوحدنا وفيها هذا الصدد فانني ادعو الجميع الي الوقوف ضد الارهاب وانني ادعو الجميع ان يميز بين الارهاب وبين السكان المدنيين الابرياء في كل وقت وفي كل حين ولذلك فانني ايضا ادعو الجميع عدم نشر روح الكراهيه لان هذا هو بش... آ... الذي تدعو اليه حماس وهذا ما الذي تريده حماس حماس تريد المزيد من التصعيد في هذه المنطقه وتقسيمنا هذه الخطه الارهابيه لا يجب ان تنجح لذلك فان الحرب ضد حماس يجب ان تستمر ومع الاخذ بالاعتبار الموقف الانساني والابرياء من السيدات والرجال في قطاع غزه لذلك ايضا يجب ان نكثف من جهودنا لمساعده هؤلاء الذين هم في حاجه الى المواد الغذائيه ولذلك فان كندا قامت بتضعيف مساعدتها الى غزه الى 50 مليون دولار ولذلك فاننا نشجع كل الاطراف في المنطقه الانضمام الينا في تقديم الدعم اللازم لقطاع غزه. انه من الهام جدا ان نقوم بتعزيز جهودنا الانسانيه ومن المهم جدا توصيل هذه المساعدات الي غزه من خلال معبر رفح و... وانني اود ان اشكر الحكومه المصريه وشركائنا الامريكيين والامم المتحده لجهودكم التي بذلتموها في هذا الصدد ولكننا ايضا نحن نعلم ان هناك المزيد من المساعدات للحد من هذه المعاناه وانا سعيدة ايضا اننا اتفقنا جميعا في هذه القاعه بان هذه المنطقه تحتاج الى عمليه سلام جديده تسمح للفلسطينيين والاسرائيليين في العيش جنبا الى جنب في سلام وفي امن في دولتين مستقلتين ذات السياده وهذا يبدو هو الأمر الوحيد والحل الوحيد السلام العادل والشامل يعني في طبيعة الأمر هزيمة حماس والخطة التي ترمي إليها. هذا وايضا حماس التي ترفض الدبلوماسيه وكل العوامل الانسانيه لقد قاموا باختطاف سيدات اسرائيليات وايضا اختطفوا ان الامهات والافراد في قطاع غزه وفي لبنان والاردن بحاجه الى مساعدتنا اليوم انهم بحاجه لان يقوم المجتمع الدولي بالتحدث بلغه السلام شكرا